أول مبنى تم تصميمه بأسلوب رباعي الأبعاد، أي أول بناء يغير شكله باستمرار ولا يبدو بالشكل ذاته أبدا، وأنا أدعوها المباني التي صممتها الحياة وشكلها العصر. إنها فكرة ثورية بالمعنى الحرفي. كل شقة في برج دبي ستدور دورة كاملة، حيث تتغير الإطلالات من دقيقة إلى أخرى، وسيغير المبنى بحد ذاته شكله باستمرار. إنه مفهوم يتحدى بعض المفاهيم الأساسية لدينا عن أشكال المباني وطريقة عملها، فكل شقة ستتحرك بشكل مستقل. يمكنكم تعديل السرعة، يمكنكم إيقافها، كما يمكنكم ضبط الأوامر عبر تفعيل صوتي، حيث تقولون أسرع، أبطأ، السرعة الأولى، السرعة الثانية، توقف، ابدأ، وتبدأ بالدوران. تدور الأرضية بشكل سلس بحيث لا تسمعون ولا ترون شيء. لتصلوا إلى شقتكم ستستقلون مصعدا في قلب البناء الثابت، ثم تخرجون إلى الطابق المتحرك. تخيلوا مشاهدة شروق الشمس وغروبها من نافذة غرفة الجلوس نفسها، وأن تبرمجوا منزلكم لأن يدور مع الشمس على مدار اليوم أو أن يبقى في الظل. ستبقى لديكم إمكانية تعديل إطلالتكم مقابل ثمن، حيث سيبلغ سعر الشقة الواحدة نحو 30 مليون دولار، ولكن الجانب المشرق هو أنكم لن تدفعوا ثمن الكهرباء. لقد قررنا وضع عنفات رياح بين الطوابق، حيث لدينا مسافة 60 سنتيمترا بين كل طابقين، فإذا كان بناؤنا من 80 طابقا فسيكون هناك 79 عنفة، فهي إذن محطة توليد كهرباء صديقة للبيئة، تزود المبنى بالطاقة وتحصل على طاقة كهربائية إضافية لبيعها للجوار. سيكون بناء هذا البرج غير التقليدي بمقدار العيش فيه، حيث لن يكون أول برج دوار في العالم فحسب، بل أول ناطحة سحاب مسبقة الصنع، حيث سيتم بناء الوحدات الفردية خارج الموقع مع استكمال أعمال السباكة والتوصيلات الكهربائية، ثم ستعلق واحدة بعد الأخرى عبر قلب المبنى المركزي الثابت، وستوصل أنابيب المياه المركزية مع أنابيب الشقق الدوارة عبر صمامات قابلة للفصل بنفس الطريقة التي تزود فيها الناقلات الجوية الطائرات بالوقود في الجو. من خلال إعادة النظر في الافتراضات الأساسية، يتوجه المهندسون المعماريون نحو طرق جديدة كليا للعيش في المستقبل. أظن أن تلك المباني تجعل الناس يعتقدون أن كل شيء ممكن في الحياة. من كان لديه شكوك لم يعد لديه الآن. سيسمح لنا المصممون أصحاب الرؤى بالتفكير فيما يمكن أن يكون عليه المنزل، حيث ستبنى بأشكال لم يتم تخيلها من قبل ومن مواد غير متوقعة.